نظرة ثقة تتوسم وجه أصحاب الإرادة القوية، عمل متقن وكأنهم أصحاب المكان ببراعة وتفان وإتقان. أصحاب الهمم قدموا لوحة جميلة في القيام بمهام الكافيه وخدمة رواده. في روح إيجابية بين الموظفين الزوار ويا الموظفين اللي من أصحاب الهمم. احنا اشتغلنا لهذا الكوفي اللي حق البادرة، هذا البادرة احنا كيف من أصحاب الهمم اللي حد يطلبه يوديك اللي يوصل لك إياه. سوينا بيو 60، سوينا سبانيش لاتيه، لايت وايت، والعصاير. مبادرة تستحق التقدير لما تحمله من اسم غال يتوسط القلوب، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. مبادرة من أبناء الوطن إلى إخوانهم في لحمة كبيرة تثبت قوة نسيج المجتمع الإماراتي. نحن كمؤسسة إماراتية 100% نفتخر بدعم أصحاب الهمم وبدمجهم في المجتمع وتوفير وظائف لهم، وهذا اللي علمنا عليه أبويا زايد الله يرحمه. وجوه مشرقة مستبشرة، تلك التي استقبل بها رواد المكان أصحاب الهمم، بل إنهم طالبوا بمزيد من المبادرات الحية. شيء يعني لينظر فيه جميع الناس حتى ويهتمون فيهم أكثر، وتكون لهم مميزة، يعني شيء طيب صراحة. عندي ولد زايد شاف الموضوع وتم يتكلم معايا على المبادرة هاي، وطبعا شرحنا له وما يعرف طبعا، ويوم شاف المبادرة هاي يعني وايد استانس، شرحنا له وعرف شو يعني أصحاب الهمم. يعني الإمارات وطن زين، يعني احنا نحتاج نسوي هالأشياء للناس، يعني هذه الناس لازم نساعدهم في أشياء وايدة. صراحة حسيت إن هم عالم ثاني، بس العالم الحلو اللي يعني الواحد يطمح إنه هو دائما يصير له، أو بالأحرى يعني هم جزء منه، ليش احنا ما نشوفهم دائما؟ مبادرة تكاملت فيها الصورة وتعالى الهدف في لفتة إنسانية تبرهن أن الجميع يعمل في اتجاه واحد، الإنسان في الإمارات ينعم بخيرات الوطن وأهله. رعاية واهتمام ودمج في المجتمع، جهود كبيرة لمؤسسة زايد العليا لدعم أصحاب الهمم، واليوم نجدهم ينخرطون في المجتمع في أحد الأماكن المحببة للشباب والعائلات، بل ترك وجودهم علامات مميزة عند رواد المكان. من ياس مول لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مهدي سليمان.